موقع يعطيك كل اللغات ولوحة المفاتيح مالتها، المصرية القديمة الهيروغليفية. شلون صل ها رجل، هذه يعني رجل. شو قاعد يتسبح شو هذه كلها معناها لها معاني يعني. انقلب طرفتين، قاضب حي راسين. يا ربي. طيب parts of birds، أجزاء من الطيور. طيب أنا يا ريت لو يعلم يعني بالضبط كل واحد شنو معناته، كل رمز شنو معناته. المصرية القديمة لما تكون مهجأة يعني لها هجاء تكون قبطية، دمج مع اليوناني، مو اللاتيني، اليوناني هو ذي موطقية. هذه اللاتينية بلى، الحروف القبطية اليونانية أحلى. الإنجليزية القديمة، الله أرمني. صيني في حروف مفروشة حرف حرف أو وين. لا 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 يا أخي ما راح نخلص. الصين كنا ما يبونا ندري، والله أحسن لهم صراحة. إندي يوروبيان، إندي يوروبيان حيل عام. جربت الكردي باللاتيني، بشتو مالت أفغانستان، فينيقي. أيوة بالفينيقي، من زمان كنت أبي بالفينيقي تكون الحروف مكشوفة. تمام حلو. بعد شو انا ما ادري ليش دائما هذا اقرا اسبريسو. الجريك لاتن، شلون جريك لاتن غريب. هذه الاوميغا. كازاخ. رونز فوثارك، اي هذول اللي انا اكتب فيهم الرسومات اللي تشوفونها، انا احب ارسم فيها الحروف هذه. ارسم دائرة بالنص وراها اكتب الحروف، كل حرف هالشكل لانهم صايرين مثل العيدان يعني. مثلا هذا بس كذي اي شيء نموذج يعني، ويكون هذا كله تجميع لحروف اسم. حلوة الفوتارك. أكادية موجودة؟ لا. طيب سومرية، جبتم الفرعونية ما تجيبون سومرية؟ شو سيرياك، سريانية. أنا ما أدري ليش يستغربون الناس بين آشوري وسرياني، آشوريا وأسيريا. شينسين، تتار، تترية، تركية عثمانية. إيه
وهذا ما ادري شلون ينطق، هذا ما ادري شلون ينطق، كاف عليه 3 نقط، ما ادري شلون ينطق، متعب ترى بالكتاب لو تفكر. كاف عليه 3 نقط كل شوي تشيك تشيك. هذا ششه، هذا اعرفه، موجود بالكردي والفارسي، وبعد وين اللهجة اللبنانية يستخدمونه، الحرف هذا يستخدمونه باللهجة اللبنانية. عثمان الجا قبطية، هذا نفس اليوناني. ايه صح، ايه نفس اليوناني عادل. أوميغا، نفس الأوميغا اليونانية. راح أرسل لكم رابط الموقع بالجوب. يا باي هاي قال كاتيكارا، وبعد شنهي الثالثة هاريغانا وكاتيكارا وكانجي. كانجي وين؟ ماكو كانجي اللاتينية والنعم النرويجية، في النرويجية القديمة، فارسية القديمة اللي هي الفهلوية، والله هي السومرية، هي جيرانهم بعد، ليش ما ياخذون؟ سنسكريتية أونس لغة في الكتابة الهندية، خط واحد وراها حبال. كندا هذه هندية، مو دولة كندا ترى، هذه هندية. الفيتنامية وخطها لاتيني أظن، خطها وين؟ أبي أشوف فيتناميز شلون. خلاص ما يخلق أعلق، يلا لا تنسونا من تعليقاتكم الجميلة.